الخير متابعين جازر لايف. اليوم احنا في مرسى جوز الجعافره، هذا المكان الجميل ان شاء الله راح ناخذكم في جوله عليه وراح نصور لكم بعض الاشياء وراح ننتقلكم ان شاء الله للواجهه البحريه في الجهه الثانيه. تابعوني. هذا هو المرسى، طبعا من هنا ينطلق الصيادين. ايضا في نزهات بحريه الى جزيره امنه، جزيره ايران وجزيره اشراق، وايضا في نزهات للصيد. تعالوا هذا المكان الجميل ان شاء الله تستمتعون بالرحلات والنزهات البحريه، ما شاء الله عدد قوارب كبير. تابعون ان شاء الله ننتقلكم للجهه الثانيه. في المكان ايضا حديقه جميله، بلديه جوز الجعافره شغالين عليها وراح تكون ان شاء الله. شوفوا ان شاء الله وين الحديقة جاهزة وفي ألعاب للأطفال. هذه كانت جولتنا أعزائي المتابعين في مرسى جوز الجعافرة ومن الواجهة البحرية. نلقاكم إن شاء الله في مكان آخر في